أهلا بكم من جديد مشاهدينا في موضوع آخر وشبابي هذه المرة، ضمن سياسة الهيئة العامة للبيئة في دعم المبادرات الشبابية التطوعية والهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية. لذلك من هذا المنطلق جاءت مبادرة أجرافيج الحائزة على أفضل شركة طلابية لهذا العام في مسابقة إنجاز الكويت عن مشروع تحويل فضلات الطعام إلى سماد عضوي يغذي التربة. المبادرة طبعا لم تتوقف عند هذا الحد، بل يسعى القائمون عليها وهم 20 شابا كويتيا لم تتخطى أعمارهم 18 سنة إلى تحويلها لشركة فعلية بتراخيص رسمية، تهدف إلى جعل الكويت خالية من الفضلات وذات تربة خصبة غنية، وذلك بعد تأهل الفريق لخوض التجربة ضمن 14 دولة عربية خلال شهر نوفمبر المقبل. إذن طبعا كيف بدأت الفكرة؟ إلى أين تتجه؟ محاور عديدة للنقاش نبحثها مع ضيوفنا في الاستديو، هم أسامة المطيري مدير المبيعات في فريق أجرافيج، وكذلك عبد الوهاب البابطين مدير الموارد البشرية بالفريق. حياكم الله ويانا. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. يا هلا فيك. شوف، احنا يوم بلشنا، أول ما بلشنا كنا طلاب المدرسة نسعى الى نتخرج، يعني كل يوم بيت نرجع نروح الديوانيه ونداوم. يعني اخونا عبد الله بودي قال شوفوا عندنا مسابقه اسمها انجاز، اللي احنا الطلاب ندش ونأسس شركه ونقسم احنا الافراد الى، يعني انا قسم مواد بشريه وقسم السيلز المبيعات، ونأسس الشركه ونبيع، يعني المستقبل نصير بزنس من، يعني رجال اعمال. فبلشنا الحمد لله، يعني كان الهدف انكم تصيرون ان شاء الله رجال اعمال. ان شاء الله اي هذا كان ايوه هو هدف المسابقه. يعني لو تسالني اي شيء بالبزنس انا يعني اجاوب، يعني قبل كنت ما اعرف ولا شيء عن البزنس، الحين الحمد لله كل شيء. احنا نبي نوضح اكثر حق المشاهدين، انتم شلون يعني الفكره خضتوا فيها، يعني شباب طلاب هالعمر، يعني اكيد في بروسس معينه يعني سويتوها علشان تفوزون في هالمسابقه. اكيد مسابقه انجاز تطلب بعض الاشياء منك. اول شيء ان تكون كشركه فعليه فيها ارباح وتكون منظمه، فالحمد لله قدرنا ان نكون على معايير وتفوقنا على زملائنا اللي تنافسوا معانا. صراحه كان فيهم منافسه بس الحمد لله تخطينا كل المعايير وجبناها الحمد لله. يعني احنا كنا قاعد نتكلم قبل شوي شلون احنا قاعد نحول المواد نقول بواقي الطعام الى مواد عضويه تستعملونها، شلون؟ شلون؟ احنا اول شيء طلبنا 10 مكاين من امريكا اللي هي تحطين فيها تكرمين الاكل الفائض ويحولها الى اسمنت بس. لكن للاسف المكاين ما وصلت. ايه. واكمل عنك، بحثنا عن الموضوع، ما وقفنا الصراحه. بحثنا عن الموضوع، على كثر بحثنا حصلنا نتائج حلوه. كانت في دراسه تو مسوينها جامعه بيركلي، طريقه تقدر تسوي فيها السماد 18 يوم، وكان الوقت مو معانا. الحمد لله ان حصلنا الدراسه هذه وقدرنا نمشي على الدراسه هذه خطوه بخطوه. طحنا باغلاط اكيد بالبدايه، بس عرفنا ان نوصل المنتج يكون يعني الى النتيجه المطلوبه. اي نعم. طيب يعني تفضل. يعني كان ان لدرجه ان نخلص المدرسه نركب السياره نروح الوفره ناخذ الشبل نقلب بالاكل الاكل الفائض الى 18 يوم، الى كل يومين مجموعه تروح نقلب الطعام هذا اللي لمده 18 يوم يصير سماد عضوي. طيب المكاين هذا الى الان ما وصلت؟ الى الان ما وصلت. لا احنا كنا سالناها ان شاء الله. انتم هونتوا احنا لان يوم ما وصلت احنا كان عندنا مده تبيها توصل فيه ما وصلت، فكلمناهم قلنا لهم خلاص شباب حارين ما يصير ما يصير شويه نطرا واهلا يعني مستهدين واستبون، يعني هم ان شاء الله يعني ان شاء الله توصلون الى 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 يعني هدف المشروع مو فقط مادي، يعني هدف المشروع صح. ايضا في المقابل البيئي ويساعد ان احنا كنا دوله ايضا يعني كجونه ناشف وجاف وصحراويه فنحتاج مثل هذه الامور. بعد ما كنسلتوا حاليا شنو الطريقه او شنو اللي بتسوونه؟ احنا وقفنا انتاج لما خلصت يعني المسابقه، يعني احنا كان عندنا مده شهرين مهله قبل المسابقه علشان نجهز الاوراق والريبورت السنوي، فوقفنا انتاج. بعنا 1100 تشيز ما شاء الله، واحنا موقفين انتاج ان شاء الله عقب مسابقه انجاز العرب. انا الحين قاعد
ان شاء الله نشتغل عليها ان شاء الله. عقب المسابقه نبي نجهز اوراق التراخيص ونبلش معهم ان شاء الله. اوكي في جهات اكيد دعمتكم؟ اي اكيد الهيئه العامه للبيئه دعمونا. اعتقد اجتمعتوا معهم صح. الفتره الاخيره اجتمعنا. نبي نعرف شنو نتائج هذه الاجتماع. والله ما قصروا معنا الصراحه ويبون يدعمونا لدرجه ان يبون الشركه هذه تكون فعليه. نعم. لان احنا الصراحه نشوف ان اذا صارت شركه فعليه راح تخطى مشكله كنت تواجه الكويت بعدين. ان في دراسه طلعت ما ادري من وين صار نسيت الدراسه هذه قالت في 2030 اذا ما وجدتوا حل لفائض الطعام راح تواجه مشكله الكويت. لان 50% تقريبا من المفضلات اللي تكرمون بزباله من الاكل. فان شاء الله نكون احنا الحل للمشكله هذه والهيئه البيئه الصراحه مصرين ان نكون نقدر نحل المشكله هذه ونطلع تراخيص ونكمل الشركه ان شاء الله. تحركاتكم لوجود هذه الشركه فعليا شلون قاعد تصير؟ والله احنا الحين قسمنا اقسام الطلاب الى ثلاث اقسام. حلو. ناس الحين قاعد يشتغلون على تطوير المنتج يعني بدل ما يكون سماد قاعد نحاول نسويه اسمه ليكويد كومبوست اللي يكون سائل. يعني تحطونه بالرشاشات بدال تحط ماي تحط السائل هذا يصير سماد. وقسم منا قاعد يبحث بالتراخيص شلون موضوع التراخيص. عندنا فكره تبارك الرحمن الله عندنا ريسيرش اند ديفلوبمنت تيم اللي يبحث عن هذه الاشياء. الحمد لله قاعد نبحث شوي شوي نطور المنتج. وعندنا قسم قاعد يجهز الى جاز العرب. زين انا بس برجع حق بدايه لقائنا وياكم يعني انتم قلتوا لي اياكم احد الاشخاص وطرح عليكم الموضوع صح. فكره فكرته ولا فكرتكم ولا مجرد كان تشجيع من قبل احدكم؟ شوف انا اقول لك انجاز اطلب منك فكره تفيد المجتمع لازم انت تكون فكرتك تفيد المجتمع. حلو. فطلعت علينا افكار كثيره الصراحه ولو طبقناها ان تكون تفيد المجتمع لكن كل مره وصلنا نبي شيء يفيد اكثر نبي شيء منه فائده اكبر نبي شيء يستهدف شريحه اكبر عشان نقدر نوصل الهدف اللي هو المسابقه كان بالبدايه. فطلعت الفكرة أفكار واجد طلعت حلوة صراحة. وصلنا بعدين كل كان يطرح أفكاره طرحنا فكرة الأكل مخلفات الأكل فكل واحد كان يطرح فكرة وعبد الوهاب بدأ إذا ما خاب ظني هو اللي طرح فكرة الأكل قال يا جماعة ترى في فائض أكل نقدر نعيد تدويره. الكل كان قاعد يبحث شنو المشاكل شنو المشاكل شلون نقدر نحلها. فكانت فكرة إنه يا جماعة ها شو رأيكم فيها؟ الحمد لله مشينا فيها وطبقناها وصلنا وصلنا في فكره دخلنا فيها اسبوعين واحنا نبحث فيها هي فكره تواير اللي كنا نبي نحولها الى عرفت اللي بالملاعب بلاي جراوندز اللي يسوونها كنا نبي نحاول يعني اليوم بعد اسبوعين كان تعلن الحكومه ان احنا في مناقصه في مناقصه بتاخذ التواير هذه وقف ودورنا على فكره ثانيه بس حولوا الى ان شاء الله خير الحمد لله خير والله خيره خوش فكره يعني انتم بنظرتكم هل ممكن ان هذه التقنيه راح تساعد في زراعه المنتوجات على الصعيد المحلي نتكلم على الكويت؟ اي اكيد لان اصلا اثبتت الدراسات ان السماد العضوي اللي يطلع من الفواكه افضل من السماد العادي فراح تفيد ان شاء الله بشكل كبير الخضره من طعم من شكل وتكون طبيعيه اكثر ان شاء الله. طيب الوهاب شنو اللي يعني تحضيراتكم بشان سوق الانتاج ان شاء الله في التسويق مستقبلا؟ احنا سابقا كان عندي يوم كنا بانجاز كانوا يحثونا ان نسوي ثلاث خطط للتسويق، احنا سويناها اللي من الخطه الاولى ان نسوي اللوجو والاعلانات والخطه الثانيه ان كنا ندش بسيمينارز ولقاءات. الخطة الثالثة اللي دشينا فيها بلقاءات تلفزيونية. وبالمستقبل ان شاء الله يبي نحاول يعني الى الان اعلاميا انتم شغالين الحمد لله لكن فعليا الى الان ما تم التسويق. لا احنا وقفنا بس ببلش ان شاء الله عقب انجاز العرض. عقب لان انجاز يمنعونك انك تنتج يعني مو يمنعونك بس من الشروط انك ما توقف تشتغل على اوراقك وشغلك حق انجاز العرض. المسابقة في شهر نوفمبر في القاهرة. جاهزين؟ اي جاهزين الحمد لله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله بنجيب لكم جائزه الكويت ان شاء الله. ان شاء الله. بالعكس فعلا احنا نفتخر فيكم بهذه الافكار. في منتجات معينه راح يعني تستخدمون السماد حقها في كفاكه والى اخره من هالامور في الكويت. يعني تقصد الافضل نستخدمها حقها؟ احنا حاليا السماد هذا راح يكون حق يعني في شيء معين حقه ولا حق جميع انواع النباتات الموجوده؟ شوف احنا مع بحثنا بالموضوع عرفنا ان السماد اللي قاعد نسوي النوع ان انت شو تحط من الخضره او الفواكه يطلع لك الناتج
فاللي قاعد نحطه خضرة فواكه فيكون مفيد للأشياء اللي أنت بتاكلها مثلا الخضرة الخيار أو طماط أو برتقال، فهذا يكون أفيد شيء. مثلا حق العشب ما يصلح حاليا، فإحنا قاعد ندرس الموضوع هذا، عندنا فريق قاعد يدرس إن شلون نخليها مفيد حق الأشجار الباقية أو الفواكه الباقية، أبي حق كل شيء. فالحين أبحاث قاعد تطلع كل يوم، قاعد تطلع أبحاث عن الموضوع هذا. أنتوا قاعد تبحثون ولا أنتم قاعد ترجعون حق ناس معينة أخبر منكم في هذا المجال؟ هذا قعدنا اجتماعات مع ناس أخبر منه، يعني وسام قاعد مع اجتماع مع دكتورة عن الموضوع هذا، والحمد لله قاعدين نبحث فيها أشخاص. ونسبقوكم في مجال الزراعة، يعني ما رجعتوا لهم، ما قعدتوا وياهم، خاصة كنتوا قاعدون قاعد تروحون الوفرة، يعني ما شاء الله احنا عندنا مزارع الوفرة تبارك الرحمن، في كثير من الناس اللي يعني الزراع اللي قاعد تشوف عندهم انتاج قاعد حتى ينزل في السوق، هل رجعتوا لهم؟ هل شفتوا المشاكل اللي ممكن تصير او تصادفهم في بعض الاحيان؟ ممكن مرات احنا برد ما شاء الله يوقف عندنا حتى الانتاج، يعني احنا بعنا لشخص 100 كيس والشخص قال انا راح اوزع 10 كياس على شركات زراعيه، وان شاء الله قالوا بيعطونا تقرير عن المنتج خلال الاشهر الجايه عن المنتج شلون نطوره زياده ان شاء الله. سؤال يعني اتوقع احنا كفينا ووفينا مع الشباب، يعني بعد تجاربكم هذه اليوميه والتعب والبحث والتطوع اكيد يعني لا وقع على نفسكم واثر على شخصياتكم، شو اللي غيركم بعد هذا المشروع؟ الصراحة السعادة لما تسعد الناس تكون تسعيد، فلما تكون تخدم ديرتك بشيء طيب، خاصة أن أمس تصلوا علينا شباب اللي بمركز توليد الكهرباء أتوقع سالفة الدول اللي عندهم، فإن الدول فقالوا يا جماعة ترى ما عندنا زايد، درسنا عن الموضوع، بحثنا عن أنه هل نقدر ناخذه، ترى تقدر تاخذه بدل قطة تقدر تاخذه وتحوله. لا قبل كانوا حتى يعني قبل ايام البحر والغوص وهالايام قبل كانوا حتى يعني فايض من السمك بسبور مصبور كانوا يدفنونه حدر النخل، يعني صح انه في فيتامينات عاليه جدا وتفيد النبته اللي انت بتاكلها. فقاعد ندرس موضوع يا شباب، ها ناخذه نحل المشكله هذه بدل لا نقط بحر، انه ممكن نحل مشاكل بدل لا تقطع بحر احنا نستفيد منه، نحوله مره ثانيه سماد يزرع شيء طيب يعني. نعم. وبالعكس تأثر عليك لما تشوف نفسك تقدر تحل مشكلة تواجههم، تحولها إلى حل، مو مشكلة بالعكس تحولها حل، يعني صارت العلاقة طردية، أنت تفيد وتستفيد. الحمد لله. زين نتكلم عن مشاركتكم الجاية في نوفمبر الجاي إن شاء الله، شو مجهزين غير هذا الشيء ولا فقط هذا الشيء اللي أنتم جاهزين فيه وقاعد تحوفونه من كل صوب على أساس أنكم تطلعون بأفضل صورة؟ أكيد إحنا حاليا لازم نسوي أبحاث عن نفسنا، نتكلم عن الشباب اللي ماسكين قسم الابحاث قاعد يبحثون هل نقدر نطور عشان نقدر نعرضه على انجاز بانجاز العرب، شو ممكن نوصل والاشياء الثانيه، انه لازم بالالقاء في تكلم بمحاضره تلقيهم عليها، لازم الشباب نطورهم اكثر موضوع الالقاء، ما شاء الله عليهم زينين بس بالعكس افضل انك توصل مراحل اعلى، فان شاء الله بنطور المواضيع هذه مواضيع الابحاث وشنو نقدر نسوي، شنو المشاكل اللي ممكن نحلها، شو المشاكل ممكن تحول فائدة ما تكون شيء سلبي، يعني نحوله إيجابي، فهذه الأشياء اللي قاعد نشتغل عليها حاليا. إن شاء الله إحنا ودنا نقعد مع الحكام بعد عشان يعطونا إحنا شنو غلطنا فيه ونطوره بالمستقبل حق مسابقة نوفمبر إن شاء الله. كنتيجة المشروع شنو الحكام اللي يقيمون الحكام اللي إن شاء الله راح يكونون في شهر لا بالكويت هني عندنا اللي يقيمونا بالكويت، بنقعد وياهم نشوف شنو السلبيات شنو الإيجابيات أساس إنه أيضا أساس نطور نفسنا للأفضل إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم وإن شاء الله يعني نشوفكم بمراتب أعلى، وإحنا نفخر لما نشوف لي كوكبة من الشباب طموحين ويسعون في أنهم يعني يطورون ويثبتون بصمتهم في الكويت. أنتم بعد مشكورين على دعمكم والمقابلة هذه، وأتمنى كنا ضيوف خفيفين عليكم. يعطيكم الله يوفقكم إن شاء الله. يعطيكم العافية ما قصرتوا. الله يعافيكم. مشكورين على استضافة هذه صراحة ما قصرتوا معنا، شرفنا فيكم وإن شاء الله تردوا لنا بالجائزة إن شاء الله، إن شاء الله ونشوفكم رجال أعمال إن شاء الله في المستقبل. الله يوفقكم. شكرا فيكم. شكرا جزيلا. إذن ما زلنا مستمرين وياكم في العالم هذا الصباح، ووصلنا وياكم إلى طبعا تقرير المال والأعمال وجولة اقتصادية جديدة نتابعها ومن ثم لنا عودة إن شاء الله.